مرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون. من المواقع المحلية، الحوثيون يعيدون توزيع عشرات الجثث بين مناطق سيطرتهم. من الصحافة العربية، انسحاب غامض لوحدات عسكرية يمنية من تخوم الحديدة. ومن الأخبار المنوعة، مدينة عربية بنيت لتكون عاصمة إمبراطورية كبرى. تعرض للاختطاف في 9 يونيو 2015 من قبل جماعة الحوثي، وتم الإفراج عنه في 15 أكتوبر 2020. الصحفي اليوسفي في المعتقل، الإنسان مجرد رقم، عنوان في المشاهد نت. يقول الصحفي هشام اليوسفي للموقع: نجوت من الموت بأعجوبة بعد أن تم إطلاق النار باتجاهي أثناء تصوير وقفة احتجاجية مناهضة للعنف وسياسة الاعتقال التي تقوم بها جماعة الحوثي. في مايو أيار من العام 2015 كنت أعمل مصورا صحفيا لنقل معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء جراء الحرب، وقبل ذلك بأشهر كنت قد فقدت عملي كمعد لبرنامج تكنولوجيك في قناة معين بعد أن دهمت جماعة الحوثي وسائل الإعلام وأوقفتها. يواصل هشام حديثه: تم اختطافي من قبل عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، وتم إيداعي السجن لمدة 5 سنوات ونصف تعرضت خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي. السجناء كما الأطفال يفرحون بأبسط ما يدعو للفرح. كنت أفرح لمجرد تمكني من تهريب علبة دواء يحوي داخله كتالوج تركيبته. كان ذلك إنجازا يشعرني بالسعادة، كذلك زملائي جميعنا كان يشعر بالفرح. فنحن سنتناوب في قراءة تلك الورقة ونقرأها مرارا. الحرمان ما جعلنا نفرح بمثل هذا. كانت الزنزانة التي نقبع فيها على مقربة من غرفة شاويش السجن، وكان لديهم تلفاز. كنت أنصت حينها لساعات أنا وزميلي هيثم الشهاب لنتمكن من سماع بعض الأخبار عن واقع الحياة بعد المعتقل، وكيف للسجين أن يتعايش مع وضعه النفسي وما تعرض له لسنوات عديدة. يتحدث الصحفي اليوسفي عن أماله ومستقبله بعد الحرية. يقول: لابد لنا أن نتخلص من الآثار النفسية التي تعرضنا لها، وهي بذلك تتلاشى مع مرور الأيام برغم تذكري للحظات، لحظات الألم الذي تعرضت له. الكاتب السوري بشير البكر كتب حول مفهوم الحرب العبثية ومن يقف خلف تسويقه. أضاف الكاتب في العربي الجديد: الحرب اليمنية التي تدور منذ عدة أعوام بين الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي والحوثيين الذين تساندهم إيران ليست عبثية كما صار يتردد على ألسنة بعض السياسيين وفي بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. أقل ما يمكن أن يوصف به هذا الحكم أنه سطحي، غير أنه مدروس ويصدر عن جهات هدفها تحميل الطرف الأول مسؤولية الحرب وإظهار الطرف الثاني معتداً عليه وهو يدافع عن نفسه. وفي هذا التشخيص تجاوز لأسباب الحرب وتجهيل للطرف الذي باشرها وتغطية على الأهداف المتوخاة منها. ليس مصادفة أن طهران اشترطت يوم الاثنين الماضي لاستئناف المفاوضات مع السعودية أن توقف الأخيرة الحرب على اليمن، وبذلك تعترف بأنها الطرف المعتدي. وحين تضع هذه الحرب أوزارها سوف تظهر حقيقتها أكثر ويتبين مدى ضلوع إيران فيها على نحو مباشر وغير مباشر من خلال حزب الله اللبناني تحديداً. ولن تكون نتائج الحرب أقل من محاصرة السعودية وفرض شروط إيران على منطقة الخليج، وساعتها سيجني النتائج الوخيمة أولئك الذين لا يريدون مواجهة الدور الإيراني على حقيقته كما يتجلى في لبنان والعراق وسوريا، وستسقط أوهام كثيرة منها التعويل على الولايات المتحدة لحماية الخليج وتعزيز أمنه بوجه الخطر الإيراني، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سبق لها أن دفنت هذه الخرافة حين وقعت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وكان ذلك اعترافاً صريحاً بدور إيران الأساسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي جميع الأحوال لم تنفد كل الفرص من أجل مواجهة الحلم الإيراني التوسعي القائم على استخدام العالم العربي درع مواجهة في حروب إيران الإقليمية والدولية.
تنتشر في صنعاء عشرات السيارات المحملة بالموتى، فمن هم؟ يعلق المصدر أونلاين أغلبها لقاصرين. مستشفيات صنعاء تستقبل المئات من الجثث الحوثية بالتزامن مع اشتداد المعارك جنوب مأرب. أكدت مصادر طبية متعددة للموقع وصول أكثر من 300 جثة منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري إلى ثلاجات مستشفيات الثورة والعسكري والشرطة والجمهوري والكويت و48، وأغلب تلك الجثث لفتيان قُصّر. أشارت المصادر إلى أن مستشفيات في ذمار والبيضاء رفضت استقبال أغلب هذه الحالات أو هذه الجثث نتيجة ازدحام ثلاجاتها بالقتلى الحوثيين، لافتة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجثث لم يتم التعرف عليها طوال الفترة الماضية ليتم تسليمها إلى ذويها. أضافت أن المئات من جرحى الميليشيا يملؤون غرف العنايات والرقود بهذه المستشفيات، في حين نقلت أعداد كبيرة منهم من أصحاب الإصابات الخفيفة إلى مراكز إعادة التأهيل لتحفيزهم وتعبئتهم مجددا للعودة إلى الجبهات. مطلع العام 2015 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق سفارتها بصنعاء، ومنذ ذلك الحين سافر الموظفون الأجانب، لكن اليمنيين كانوا يعملون في السفارة ظلوا في بلادهم. تذكرته الميليشيا المسيطرة على صنعاء وذهبت لاعتقالهم. وقد علق الصحيفة لابرس الكندية الصادرة باللغة الفرنسية حول الأمر وعنونت: واشنطن تطالب بالإفراج عن موظفين محليين بسفارتها في اليمن. قال متحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية في بيان: إنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية بالعاصمة اليمنية، وما زال هناك محتجزون. ودون أن يحدد عددهم أو مهامهم، قال: إن المتمردين الحوثيين اقتحموا أراضي السفارة التي كانت مغلقة منذ 2015. أضاف: نطالب الحوثيين بمغادرة المكان على الفور وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها. القوة الناعمة المتوحشة للنظام العربي، تحت هذا العنوان كتب حلمي الأسمر مقاله المنشور في العربي الجديد. لا تحكم الأنظمة العربية الشعب فقط بالقوة الأمنية الخشنة والقوانين القمعية ومصادرة الحريات والتحكم بمصدر الرزق وتقديم أصحاب الحظوة لتقلد المناصب واضطهاد من يسمونهم العامة أداة الحكم الأكثر فاعلية في إخضاع الشعوب العربية وحقنها بمخدرات الاستسلام وانتظار ما لا يأتي. هي النخب التي تحتضنها الأنظمة وتعتاش في حاضنتها. النخب العربية المتصدرة مجالس الحديث والتأثير في الإعلام والثقافة والأدب وحتى الفن هي القوة الناعمة التي تستعملها الأنظمة لإحكام قبضتها على الشعوب، فهي التي تبيع للناس منتجات الطبقة الحاكمة ومنجزاتها باعتبارها صالحة للاستهلاك البشري، وهي في الحقيقة مجرد نفايات لا تصلح للاستهلاك الحيواني، شأن شركات المأكولات السريعة التي تزين منتجاتها للأجيال الصاعدة المفتونة بها، وهي في حقيقتها هي سموم حقيقية متنكرة في ثوب غذائي. وهذا هو بالضبط ما تبيعه النخب للجمهور العربي البائس، النخب العربية المتنفذة التي تدللها الأنظمة وتحملها على كفوف الراحة فتنقلها من منصب إلى آخر وتغدق عليها المال بلا حساب، سواء على شكل رواتب أو أعطيات أو هبات وحوافز وتسهيلات. هي القوة الناعمة المتوحشة التي تفتك بالعقل الجمعي العربي وتعمل بمثابة الخنجر المسموم الذي يعطل الوعي ويشوه العقول ويزين له تلك المسوخ التي تتحكم بمصائرها وتصورها باعتبارها المهدي المنتظر الذي سيخلصها من شرور المسيح الدجال. صناعة النخب الموالية وتجهيز كتائب التوجيه على جفات الوعي من أهم وسائل السيطرة على عقول الناس وديمومة خضوعهم للاستبداد وتصويره منجزاً إلهياً من الله به على الشعب. ومن حسن العبادة والتقرب إلى الله عز وجل أن يسبح الشعب بحمد من يلهب ظهره بالصوت صباح مساء، لأن هذا الصوت أنعم الله به على من اختارهم من عبيده للعيش في كنف هذا الحاكم أو ذاك. كيف أعلقت الصحافة العربية حول الانسحابات في مدينة الحديدة لصالح ميليشيا الحوثي؟ نطالع ذلك من العربي الجديد. انسحاب غامض لوحدة عسكرية يمنية من تخوم مدينة الحديدة. قالت الصحيفة
إن عددا من الوحدات العسكرية المدعومة إماراتيا نفذت انسحابات غامضة من تخوم مدينة الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم الهش، وذلك غداة لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرنبرغ مع القائد العسكري لما يسمى لقوات المقاومة الوطنية طارق صالح في مدينة المخا غربي اليمن. قالت مصادر عسكرية للعربي الجديد إن وحدات سلفية من ألوية العمالقة الجنوبية الموالية للحكومة الشرعية هي من نفذت الانسحابات من خطوط التماس في الحديدة بناء على توجيهات يعتقد أنها صدرت من قوات التحالف الذي تقوده السعودية. أشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة في الساحل الغربي أخلت مواقعها في الخطوط الأمامية وتراجعت نحو 3 كيلومترات من مجمع إخوان ثابت وعدد من مناطق التماس. تتابع الصحيفة جنود من ألوية العمالقة في مدينة الحديدة يقولون: وصلتنا أوامر بالانسحاب وأسفاه على أرواح الشهداء الذين سقطوا. ونفت قيادات إعلامية في القوات المشتركة أن تكون هناك انسحابات صريحة، وقالت إن ما جرى مجرد إعادة تموضع للقوات، فضلا عن اتفاق مع الأجانب أو مع الجانب الأممي على ضرورة وجود مساحات خضراء في مناطق التماس بالحديدة بهدف إزالة التوتر وبناء الثقة. يبدو أن الاتفاق غير المعلن على ضرورة وجود مساحات خضراء قد انهار على الفور، حيث أكدت مصادر متطابقة في الحديدة تقدم الحوثيين في المساحات التي أخلتها القوات المشتركة في منطقة منظر وكيلو 19 أو 16. تحت عنوان الجوارح الجديدة، لماذا أصبحت المسيرات سلاح إيران المفضل؟ نشرت مجلة إيكونوميست تقريرا قالت فيه إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرات من دون طيار هي تعبير عن تغير الميزان العسكري في الشرق الأوسط، وأن استخدام هذا النوع من الطائرات ظل أمرا خاصا بالقوات العسكرية المتطورة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. قال جيمس لويس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قال: لو استطعت إيصال بيتزا من خلال مسيرة فيمكنك إسقاط قذيفة منها. إيران استطاعت توسيع مدى توزيع مسيراتها أو التقنية التي تصنعها لحلفائها في الشرق الأوسط بشكل تستطيع ضرب أهداف ما بين البحر المتوسط ومنطقة الخليج، ويتم توزيع المسيرات في مجموعات حيث يعاد تركيبها محليا وبأقل مساعدة من إيران، مما يسمح لها بتنظيم هجمات وإنكارها في الوقت نفسه. هناك صعوبة في اكتشاف المسيرات لأنها صغيرة وتحلق على مستوى منخفض وببطء وقد لا تطلق أي إشارات، وقد تضيع في الفوضى كما لاحظ مسؤول إسرائيلي في الصناعات الجوية الإسرائيلية التي طورت نظام المسيرات. تظل المسيرات الإيرانية ليست بمستوى الطائرات من دون طيار التي يستخدمها الجيش الأمريكي، وليست بمستوى المسيرات العسكرية الإسرائيلية أو التركية، وبدلا من ذلك فهي نسخ سيئة وبدائية مصنعة عادة من المكونات المتوفرة في الأسواق. ترقيع الثورات المضادة وتطريزها، تحت هذا العنوان كتب عبد الحكيم حيدر مقاله المنشور في العربي الجديد. مرت سنوات تقترب من 8 تشابهت فيها الشعارات وتناسخت وتناسلت من ليبيا إلى تونس إلى مصر إلى السودان إلى اليمن إلى سوريا، نعيش جميعا في كوابيس متشابهة والدساتير تكتب تحت السلاح ثم تداس أو يتم تغييرها، وكلنا في انتظار حياة مؤجلة ودساتير مؤجلة وديمقراطية تم خنقها وثورات تم قتلها كي تتم الموافقة جبرا على بدائل الثورة بثورة مضادة من صنعهم من الألف إلى الياء، لأننا ما زلنا لا نعرف أسرار الحكم كما كنا نتصور كمدنيين، لأن نظرتنا قاصرة كما قالوا والجيوش هي التي ترى أكثر. سنوات 8 والأيام متشابهة والأمال متوقفة والأسلحة فقط لم ينم لها أي سوق على الإطلاق، وعلى المواطنين انتظار النتائج لأن الجنرال هو الذي يعرف أكثر ويرى أكثر وله الحق أن يحدث انقلابا تجريبيا من أسبوعين كما فعل عبد الفتاح البرهان ثم يؤكد بالثاني بعد أكثر من أسبوع. فات للانقلابات صدر وعجيزة وكله في الوقت المعلوم. فاتت الانقلابات العمل السياسي الوحيد والمتاح خلال هذه السنوات، وعلى المعترض الذهاب إلى البحر أو البحث عن بلد آخر، على المواطن أن يتوجه إلى الصندوق كي يدلي بصوته
وصوته في يد أمينة، فقط نحن نغير الدستور ولا نظلم صوته، وإن لم يعجبنا الدستور أو الوثيقة فالانقلاب جاهز في الليل أو في الدرج. أشياء عجيبة تتم في عالمنا العربي، والعالم من بعيد يشاهد ويضحك منتظراً كامل صيده. يحتفل العراق في 15 من نوفمبر كل عام بيوم تأسيس بغداد قبل نحو 1259 عاماً على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وذلك عام 762 للميلاد الموافق ل 145 للهجرة، لتكون عاصمة الخلافة العباسية. وقد استغرق بناء هذه المدينة 4 سنوات، علق موقع البي بي سي. بغداد قصة مدينة عربية بنيت لتكون عاصمة امبراطورية كبرى. تقول دائرة المعارف البريطانية إن الأدلة الأثرية تشير إلى أن موقع بغداد كان مأهولاً من قبل شعوب مختلفة قبل فترة طويلة من دخول العرب بلاد ما بين النهرين عام 637 ميلادية، وكان للعديد من الامبراطوريات القديمة عواصم تقع في الجوار. كانت بغداد لدى بنائها مجمعاً حكومياً أكثر من كونها مدينة سكنية ولها 3 أسوار، وقد كانت تؤوي حاشية الخليفة، وقد ربطت 4 طرقات رئيسية بين قصر الخليفة والمسجد الكبير في المركز ومختلف أنحاء الإمبراطورية. أدى الحجم المحدود لهذه المدينة إلى توسع سريع خارج أسوارها، حيث بنيت المتاجر والمنازل حول البوابة الجنوبية، وشكلت منطقة الكرخ، ومن البوابة الشمالية الشرقية ربط طريق خرسان بجسر من القوارب إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة. تضيف الدائرة ذاتها أن بغداد وصلت إلى أوج ازدهارها الاقتصادي والفكري في القرنين 8 وأوائل القرن 9 تحت حكم المهدي بين عامي 775 و785 الميلاديين وخليفته هارون الرشيد. انعكس مجد بغداد خلال هذه الفترة في قصص ألف ليلة وليلة، ثم اعتبرت أغنى مدينة في العالم، وكانت مكتظة بسفن قادمة من الصين والهند وشرق إفريقيا. غير أن الحرب الأهلية التي اندلعت بين نجلي هارون الرشيد الأمين والمأمون أدت إلى تدمير جزء كبير من المدينة المستديرة. وبعد توليه شجع الخليفة المأمون ترجمة الأعمال اليونانية القديمة إلى العربية، وأسس المستشفيات والمرصد، وجذب الشعراء والحرفيين إلى عاصمته. ومنذ منتصف القرن 9 وما بعد ضعفت الخلافة العباسية تدريجيا جراء الصراع الداخلي والفشل الزراعي الناجم عن إهمال نظام الري. يقوم رجل الأعمال المغربي أحمد بن عبد الرحمن 68 عاماً بفتح أبواب فندقه الذي يمتلكه في بروكسل أمام المشردين من جهة، وتوزيع الخبز ليلاً على المحتاجين في شوارع العاصمة البلجيكية من جهة أخرى. يقول عبد الرحمن إنه يفعل ذلك تنفيذاً لتعاليم الإسلام الذي يحث على مساعدة المحتاجين. أحمد بن عبد الرحمن يدير الفندق منذ 27 عاماً في أحد الشوارع الضيقة والمزخرفة التي تؤدي إلى ميدان جراند بلاس السياحي بوسط بروكسل. قام عبد الرحمن بشراء بنايتين في بروكسل ودمجهما معاً وفقاً للعمارة المميزة لشمال إفريقيا، وحولها إلى فندق، ثم فتح أبوابه للمحتاجين والمشردين. صحيفة القدس العربي نشرت عدداً من الصور لهذا المشروع، نتابع. الآن إلى مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في آخر جولة من هذه الحلقة.
بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.